شاء الله صاير توزع الياسن، بس الحمد لله ان القرار ما بيدك. هذا واجبنا، والله يحمي بلادنا من كل شر. انزين انت ليش معصب؟ يمكن انت رايك صح بس غيرك رايه غلط، ونحن غرضنا التنبيه والتوعيه. الله يرحم شهداء الوطن ويحفظ جنودنا. ما في حادث ما يسوي زحمة، وبالذات الفضوليين اللي موجودين في الشارع، والفيديو ترى حقهم وللتوعية. صح لسانك، وهذا اللي نبى نوصله للناس، أن حماية بلادنا واجب على الكل. الموضوع كله غلط في غلط، والانشغال بالتليفون يخلي الواحد مش منتبه ومنزل راسه إن كان يمشي في الشارع أو يسوق. صدقت يا سلطان، السرعة الزايدة وعدم الانتباه ما تعطي مجال للشخص أنه يكون له ردة فعل إذا صار له حادث. بروحك قلتها، خط الطوارئ يعني حق الحالات الطارئة، مو بلأنك تبى توصل بسرعة. هذا ميلسنا، انتو تعلقون ونحن نرد عليكم، ولا تنسى اسم برنامجنا انستا ميلس، ونترياك في الميلس. شهدائنا لن ننسى تضحياتهم. انا ما بقولك شيء، بس رد في حسابنا وشوف من فتحناه لين اليوم وبتلقى الجواب. الرادارات موجودة لتخفيف السرعات على الطرقات الداخلية والخارجية، يعني للحفاظ على أرواح الناس وين ما تكون. كلنا جنود حماة هالوطن ونفديه بالأرواح، وأكيد الطريقة الصحيحة مو بأنك تتجاوز وتمشي على كتف الطريق وتلصق فيه وتضرب له فوليت ودرب السلامة يا خالد.